سلام البنات، سلام المتتبعين ديالي. كنتمنى بان هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال وبصحه جيده، لا نتوما لا وليداتكم لا عائلتكم كاملين ان شاء الله يا ربي. هنا في هذا الفيديو بغيت نبارطاجي معكم واحد الكيكه اللي هي ديال الجزر، كيكه ديال الجزر اللي هي سهله ولذيذه وبنينه وعجبتني اكثر لانها من يد بنت اختي الله يحفظها ليا، فعلا جات لذيذه. هنايا بغيت نقول لكم الله يعطيكم السر، عطيو لوليداتكم محطهم صغارين، عطيوهم يديروا يعاونوكم في الكوزينه، يديروا اي حاجه، ومدحوهم وحفزوهم باش يتعلموا وباش يحبوا طبعا، باش يحبوا يدخلوا معكم للمطبخ. نخليكم مع الوصفة ديال هذه الكيكة، وكنتمنى بانكم ما تنسونيش بلي لايك بالبارطاج ديالكم، راه من غيركم حنا ما ساويين حتى شي حاجة في هذا اليوتيوب. وكنتمنى نهاركم يدوز مبارك مسعود. شكرا، الله يعاونكم.